بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، حبايبنا وأخواتنا، نهاركم أبيض، نهاركم كله رزق، نهاركم كله سعادة إن شاء الله بإذن الله. ما تنسوش أخوكم أحمد تدعموه بلايك كده عشان يخش يعمل لكم تقرير لأسعار العجول الجاني بالصلاة على حضرة النبي. فاديني لايك وصلى على سيدنا النبي، انت وبتتفرج على الفيديو انزل في التعليقات تحت دوس لايك وصلى على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي، الصلاة على النبي تبارك الله. هذه دول عجلين يا جماعة، يعني مثلا عمرهم بتاع يعني 8 شهور 9 شهور. قام عليهم يا حجي دول صلاة النبي؟ والله لسه في التصنيع. اشتروا معاك؟ اشتروا معاك. كم بالصلاة على النبي؟ 35 65 65 بالصلاة على النبي. 65 بس يا جماعة والله في هزة في العجول، ركزوا معانا عشان ايه؟ أقول لكم السعر الحقيقي. العجل كم صلاة النبي؟ آخر حلف في الدنيا. صلاة على النبي عليه. صلى على النبي. 33 33 يا جماعة. كم معلم العجل الصغير ده؟ كم ده حج؟ كم ده؟ محدش قال فيه. عجل هو ذكر يا جماعة. معلوش فلوس يعني؟ صلى على النبي تبارك الله. وكم اشتروا في الثاني؟ ده ب 27 ونص. ده ب 27 ونص. 27 ونص يا جماعة. الله احمر فيك. يا جماعة 6 شهور 7 شهور. كم صلاة النبي يا حي؟ 34. العجل ده حلو ب 34. بس مشكلته الكرش. مشكلته الكرش. جاي لك من اخر الدنيا انا. كم صلاة النبي؟ كم؟ صلاة على النبي 35 يا جماعة. النهارده في هزة في العجول الجاني. النهارده في هزة في العجول الجاني، أنا بقولها لكم. ثلاث أنا قلت لكم على اللي فيها، النهارده في هزة. 35 اديله جرة كده يا أخي، جرة سنة بسيطة كده بس. 35 يا جماعة. كم يا عمدة صلاة النبي؟ 27 ونص. عمدتنا صباح الفل. كم صلاة النبي؟ اشتروا معاك؟ لسه الوقت بدري برضه، في ناس ما سمعتش اسعاري. ماشي. كام النهارده طيب؟ كام النهارده؟ 39. الراجل بيقول كان 45 يا جماعه، وفعلا كان 45. وصورهم حاجه 80 2 زي دول. النهارده ب 39. 39. في العدل ما ثلاث والخميس السمرية عندنا بان في البيوت يمكن النهارده على يبش التحضر. كم يا معلم ده صلاة النبي؟ 25؟ شراء 25. شراء 25 صلاة النبي. كم يا عمدة صلاة النبي؟ كم؟ أنا طيران هنا. كم بقول لك؟ 35 ونص يا جماعة. عجل صنعة بس ما شاء الله. 35 ونص. نخش نشوفوا شوية من العجول الصغيرة يا جماعة. العجول الصغيرة. ازيك يا عمي؟ صباح الفل. كم صلاة النبي؟ يا يوم مليان شرطان ونص.
محصل 24 يا جماعة. بس ال 24 يا جماعة العجل نفسه صنع يعني. بسم الله ما شاء الله. طب ايه سمعت غير ال 24؟ ايه سمعت غير ال 24؟ اقل من كده. اقل من كده؟ بس عجل صنع تبارك الله ما شاء الله يعني. الزق باين يعني تبارك تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. احمد لعزك معلم صباح الفل يا باشا. مبارك معلم ركود يا احمد الله. ايوه ايوه في ركود. كام العجل الصغير ده عرب؟ كام معلم؟ 16 ونص بيشتروا فيه يا جماعه. ذكرين دول معلم؟ كان نتايتين دول. كام دول معلم؟ اخوات دول توا؟ سلام صلاة النبي نور والله. ما جاي في الكاميرا هو جاي. ايوه شغالين. ايوه عيب عليك. البيع والشراء ب50. 50 البيع والشراء فيه 50,000 ريال. يقسموا معلم؟ اه يقسموا ولا دي تزيد؟ لا يقاسموا. يقاسموا 25 و25 ايام. كم تليفونك لو حد عايزهم عشان دي سلاله؟ 011 53 53 55 55 4822 4822. اسم الكريم؟ مكي. من فين معلم مكي؟ من شيا. من شيا كابومبو يا جماعه. الله يوسع عليك. يوسع علينا وعليك. امين يا رب. اركب يا منفس. صلينا على النبي صلينا. كم اشتروا فيه ده معلم؟ والله اشترينا ده 19 الا 200. 19 الا 200 يا جماعه. 18 و800. بص هذا اكبر من ده شايف. بص خليك معايا بس ده صنعه. عشان في ناس تفتكر ان ده ارخص من دي. لا في العجل يا جماعه بتبقى ليه مواصفات يعني. في عيول بيبقى ليها مواصفات. صباح الفل يا عمده. وين يا باشا؟ ايه اخبارك؟ مع بعض دول؟ اه كام بالصلاة على النبي؟ 5.5 65.5 65.5 يا جماعه. ازيك يا عمي؟ مبارك يا زعيم. ايه عامل تمام؟ وروني طيب. 65 شداد دولار بس. في حاجات احلى منها في السوق. اه تعالي صلاه النبي معلم. 33.5 كم ب 8؟ صلاه النبي 35.5 يوم. الصلاه على النبي يا عم والله. والله المعلم علي العبادي ما يجيب غير العجل الصلعه. كم كم 35.5 دي الفلوس صح؟ كم تليفونك لحد عزله؟ 03 وحايد 65 73 755. معلم علي العبادي يا جماعه بيجيب شويه عيول فرزه لو حد عايز له شويه انضاف من دراو من المنصوريه. احسن ناس يا معلم. بصوا القفا يا جماعه. بصوا القفا صلاه النبي تبارك الله. شوف القفا بالامانه. شفت والله. الله ينور معلم علي والله. هذه يا جماعه القفا بتاعه تبارك الله. صلاه النبي عليك والله معلم. كده هو صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله. صلاة على النبي صلاة على النبي. ازيك يا معلم؟ مبارك يا باشا. صلاة النبي عليك والله. كام الاثنين؟ 86.5 دول يا جماعة. 86.5. النهارده في الفيديو دي انا بحاول اخذ لكم العجول المحيرة وعجول العلف والعجول الرضع والعجول الوسط الدور يعني. عايزين ناخده كام؟ بس المشكلة بصوا يا جماعة اللحم هنا في السوق ده عشان انا ما بصورش فيه لحم. اللحم قليل غير ضراو. اللحم في ضراو يعني. اوبا العجل فلت. اوبا الله ربنا يسلم ويجابر ان شاء الله. ده تقرير يا جماعة حلو كده وخفيف. خشوا ناخدوا لكم اثنين تاني. ناخدوا لكم كده كام واحد تاني ونمشي. كام يا عمده صلاه النبي؟ كام البيع والشراء؟ والله بستين. والله بستين عمده. ما اشتروش؟ الله يسهل لك يا عم. الله يسهل لك الحال. ده كان تقرير العجول الجاني والعجول الرضع والعجول المحيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.